بنذكركم انه مشاهدينا بخدمه الريبلاي عبر ويب سايت الام تي في mtv.com.lb او عبر الام تي في ابلكيشنز، من خلالهم بتقدروا ترجعوا تشوفوا اي برنامج او اي فقره حسب الوقت اللي انتم بناسبكم. بنبدا هلا اول محطه ضمن واتس اون ام تي في، وبنتذكر شو تابعنا على شاشتنا امبارح المساء وسهره الاحد على الام تي في، دائما كلها حماس وحركه مع حلقه جديده من برنامج رقص النجوم او دانسينج وذ ذا ستارز. اسبوع ورا اسبوع الحماس عم بيزيد والمنافسه عم تكبر بين المشتركين اللي عم بيقدموا لنا افضل ما عندهم. اللوحات الرائسه عم بتكون اكثر من رائعه، البعض منهم عم بيدهشونا والبعض منهم اوقات عم بيخيبوا لنا املنا لانه توقعاتنا عم بتكون اكثر، وبنفس الوقت عم نتفاجئ باداء بعض المشتركين. امبارح بشكل عام الاداء كان اكثر من جيد، بالاخص انتوني توما كان اكثر من رائع لما قدم رقصة المون ووك لمايكل جاكسون. خلينا نشوف مشهد من هالرقصة ومنتابع. في الباسو دوبلي أنتوني توما وكلوي حوراني. أنتوني وكلوي، يعني باسو دوبلي بتاخد العقل. شو هالرقصة يا أنتون؟ ميرسي يا وسام. هذه بشراسة. شو هالرقصة يا أنتون؟ أهم بكتير مما العالم مفكرين. أنا اكتشفت أنه عندي مشكلة بالحياة مش بس بالرقص. شو هي مشكلتك؟ تأخذ نفس. تفضل. مشكلة بالنفس يعني؟ مشكلة هي أنا شو ما عملت بيطلع الجواب شو كيوت، شو مهضوم، ولا ما بيطلع شو سكسي ولا شيء، مش كتير كبير. واحد قال عن جد يعني تخيل انت مثلا رجع من الجيم بعدك ايام الجيم بتتحمم صاحبتك نطرتك بتطلع بس بالمنشفه هيك حلو بتوصل لعندها هيك حبيبي شو كيوت هيك انا عم بحس كل مره ليك انا يمكن ما بتصير معي طيب يعني بفتكر انتوني اعطيت المثال الغلط انتوني انا بنسميك من اليوم رايح انتون جاكسون انتون جاكسون. خلينا نشوف انا وياك اليوم شو راح يكون راي لجنه التحكيم. ببدا من مستر دارين. Well guys, there was nothing criminal about your Paso Doble tonight. It was assertive, it was dominant, it was confident, fantastic shaping all the way through the Paso Doble. I really, really enjoyed that element of it. Now, I know Michael Jackson is a massive idol of yours, Anthony. I need you to take this inspiration into every single performance, because I can see how hard you work for this dance.
And you know what? Thank you so much. It really paid off. But I expect to see that level every week. Thank you so much, Darren. Thank you, Darren. إذن بإيجاز بيقول إنه ما كان في شيء غلط بهالباسو دوبلي، كنت واثق من حالك، كنت مسيطر على الرقصة، هو بيعرف إنه أنت بتحب كتير مايكل جاكسون، فمشان هيك استعمل هذا الإلهام اللي فرجيته الليلة بأكثر من رقصة تنشوف هذا المستوى كل أسبوع. Thank you. مازن، شو يا مازن؟ أنتون أو أنتوني. أنتوني الشخصية الكيوت مش لازم تتغير ضلها أكيد بس تلعب دور كل رقصة بتفرض عليها شخصيتها وهيدا الشيء اللي عم نطلبه منكم هون يمكن رقصة تانية لازم تكون كيوت بتضلها هيك وأقرب لإلك بدي أقول لك الطريقة اللي شفتك عم بتحضر حالك فيها لتفوت بالشخصية وكيف فتت بكل ثقة على المسرح وثابت على الأرض والميوزك كمان يلي أنت أكيد دينتها كتير قوية ساعدتك كان شيء روعة بالفعل ومايكل جاكسون رجعت عيشته الليلة عنا على المسرح هون بدي أقول لك انك فنان يا انتوني كبير وان شاء الله توصل لنجاحات مايكل جاكسون كمان ميرسي مازن شكرا مازن ليدي ميرا انا ناطره دوري بس لحتى اقول لك انه شلحت انتوني ولبست مايكل جاكسون مش بس تحدي وعنف وين اند فيري سكسي ان ذس دانس يس 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 وبعدين مش بس قنعتني حطيت روحك وجسمك بالرقصة It's beautiful dance Thank you so much man Beautiful شكراً ميرا بتعرفي هيدي It's beautiful كلهم بينطروها منك هيك خبروني فأنت بس beautiful بس ما تقلي هيك شي فكر فيها بطل أولى بطلت قوليها لأنه أنا حتصير قلك إياها ربيع شو بك ربيع شو عم فكر شو بدي أقول رح نقفل اليوم أوكي شو يا ربيع لا that was by far أحسن بيرفورمانس لإلك هذا الموسم أكيد أتيتيود الحماس كله كان موجود بشكل رائع بس نقطتين صغار صبيعك بليز سكرهم هاي it's very important خاصة بالبور روم تاني شيء بس راسك بس تتحمس كتير ما تعملوا هيك خليك سباين عالي من فوق الاتيتيود مثل ما هي بس يا طلع مسوي منيح حدك شو عم ثانك يو ثانك يو سو ماتش ثانك يو فور ذا كومبليمنت بعد شيء عبالك تقوله ربيع لا بجنن شكرا ربيع نحاس انطون جاكسون بالتوفيق انت بأفضل أداء لإله هالموسم أنتوني توما كسر الصورة اللي كنا شايفينه فيها وفرجينا أنتوني توما جديد ولع مثل ما بيقولوا على المسرح برقصة المون ووك وبين المون ووك اللي كان عم بيعملها هون أمين ومون ووك أنتوني توما أنا ضعت بصراحة مشاهدينا مين كان أحلى ولكن تحية لأمين وتحية لأنتوني توما على هالأداء الرائع وإن شاء الله يستمر هيك ببقية الموسم على كل بحلقة مبارح من دانسينج وذ ستارز غادرتنا الفنانة رن أشقر ومنقدم لها كمان تحية على الأداء اللي قدمته كانت كتير جيدة امبارح ولكن ما كان عندها تصويت كافي للأسف كانت المنافسة بينها وبين كارمن لبوز ولكن كارمن أكيد عندها جمهور كتير كبير ومتابعة بكل جدارة بالبرنامج انطرونا سهرة الأحد على الام تي في بحلقة جديدة من رأس النجوم أما هلأ فادي ناطرنا تحت مشاهدينا فبدون تأخير خلينا ننتقل لعنده بفقرة تكنولوجي Oh.